يقول يا شيخ: ذهبت إلى صاحب غنم لشراء أضحية، فوجدت عنده واحدة طيبة لكنها مكسورة القرن، وأخرى أقل منها لكنها سليمة القرن، أيهما يختار المضحي؟ إذا كان كسر القرن كبيرا يعني أكثر من النصف هذه ما تجزي، أما إذا كان أقل يعني قليل من القرن يعني انكسر منه شيء قليل فهذا لا يؤثر، فاللي تكون أحسن وأجزل تكون أحسن ممن دونها مما دونها من الأضاحي. نعم.